نحن كغرفة عمليات موجودة في هالمنطقة، قدنا هالمعارك من بدايتها. ما قمعزناش نحن والطرف المضاد، ما نقدرش نقول الطرف المعادي باعتبارنا كلنا ليبيين. لو اجتاحوا المنطقة بالتأكيد مش هيلجوا للتفاوض وللحوار والتسامح، لكن فشلوا لأكثر من مرة، يعني حاولوا أكثر من مرة وفشلوا فيه، وبالتالي كان انسحابهم نحن ننظروا له على أساس أنه انسحاب إجباري. بالنسبة للوضع الأمني في الموانئ النفطية ممتاز جدا، ونبشر الليبيين بأن وضعنا ممتاز، وضعنا الأمني ممتاز في الموانئ النفطية. في الحقول برضو الوضع ممتاز وما عندناش فيه أي مشكلة حاليا، والحمد لله رب العالمين، يعني ممكن نعاود تصدير النفط في أي لحظة.